السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ اليوم إن شاء الله تصحيح قراءة من سورة إبراهيم من الآية 35 إلى الآية 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خلي بالك في كلمة وإذ، حرف الذال يخرج من طرف اللسان، الذال والظاء والثاء، ما تقولش وإذ، لا، النطق الصحيح وإذ. وخلي بالك في كلمة واجنبني، حرف الجيم، ما تقولش واجنبني، حرف الجيم غير حرف الشين، واجنبني. وبانيا، الياء مشددة، وبانيا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. رب إنهن، ما تقولش ربي، ما فيش ياء. رب إنهن أضللنا، حرف الضاد حرف مفخم، حرف اللام حرف مرقق. رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كلمة بواد، الباء مرققة وحرف الواو حرف الواو حرف مرقق. بواد غير ذي، ذي حرف الذال يخرج من طرف اللسان، زرع حرف زاي، ذي زرع عند بيتك المحرم. كلمة المحرم الميم تحتها كسرة، فعند الوصل بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. خلي بالك من وإسحاق، حرف القاف من حروف القلقلة. وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. خلي بالك من كلمة لسميع في حرف لام، لسميع، لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كلمة يؤخرهم، حرف الياء مضموم، حرف الخاء مكسور، حرف الراء مضموم. يؤخرهم، يؤخرهم. وخلي بالك في كلمة تشخص،
تاء بالتاء تاء تشخصوا. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. كلمة مقنعي حرف القاف حرف من حروف القلقلة حرف ساكن وفي آخر كلمة حرف الياء مقنعي فإثبت حرف الياء. رؤوسهم السين مكسورة والهاء مكسورة مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. جزاكم الله خيرا.